إخوتي أخواتي، مرحبا بكم مرة أخرى في قناتكم، وشكرا كالعادة للقدماء والجدد الذين التحقوا بنا. موضوع الساعة هو الزلزال الذي ضرب المغرب وهروب الملك وحاشيته. في هذا الموضوع سأتطرق إلى نقطتين اثنتين. النقطة الأولى وهي لماذا فر الملك والحاشية ديالو؟ ثانيا، لماذا ما كاينش المساعدات باش تعطى للناس في البوادي والقرى والجبال باش يجبدوا الموتى ديالهم؟ وفي بعض القرى والاغلب ديالها الناس يأسوا وكالعاده عرفوا الدوله ما كايناش والمؤسسات ما كايناش والنظام ما كاين شيء وما كاينش اللي يحميهم، مشاو كيحفروا بيديهم وكيستعملوا المخالب ديالهم باش يجبدوا الاهالي ديالهم تحت الارض. الناس اللي تحت الارض تهرسوا، تجرحوا، ماتوا. اذا منين جبدوهم وحطوهم، الدوله عبر العيان ديالها تمانية، القائد والمقدم والباشا والشيخ، ما خلاوش الناس يدفنوا الموتى ديالهم. السؤال هنا اللي مطروح، علاش ما خلاهمش يدفنوا الموتى ديالهم؟ اذا اخوتي اخواتي، قبل ما ندخل ونجاوب على هاد جوج الاسئله اللي هي مفصليه ووجوديه واللي خصنا نفهموها، اذا فهمتوا هاد الاسئله، جوج الاسئله هادو، لماذا؟ حيت راه ما كاينش لعابات عند الناس اللي حاكمين البلاد، هما ماشي دوله، هما ماشي مؤسسات، هما عباره عن مجموعه ديال الصلاقد، وما حد نتوما ساكتين، وما حد نتوما كتخليوهم، ما حد الصلاقد كيتقواو. اليوم حان الوقت نحبسوا الصلاقد. اوكي، قبل غادي نتكلم على السجناء حيت نسيناهم البارح. مشيت نعس مع شي 4:30 ولا 4:45 دقيقة ديال الصباح، حطيت راسي وقلت ايه، قلت السجناء. الحبس يقدر يتشق حيت الحباسات راهم قدام، ما كيترمموش شي، ما كانش اصلاحات. هاد الحباسات هادو فيهم ناس، كاين ناس مظلومين وكاين ناس داروا علاش يكونوا في السجن. من هاد المنبر هذا تحية نضالية والقلب ديالنا والفكر ديالنا مع كاع السجناء، لان كلكم مغاربه وحتى الاجانب اللي تمايا، حنا كنحييكم هذا المنبر. ولكن انا هنايا باش ندير تحيه نضاليه للناس الذين ظلموا، الناس اللي دخلوا على حريه التعبير، حريه الفكر، حريه الصحافه، كيدافعوا على قانون. واحد الانسان دار تدوينه في واحد البلاد ودخل في الطياره بعد عامين مع العلم حي التدوينه وما رحموه شيء، حيت يقول لك ايه هذه جريمه وما كاينش تقدم في الجريمه وفي السجن. وكاين واحد كاع ما بين وجهه وغير تيقول كلمه ديال الحق اللي هو القرعه، تيوي مشى لواحد الدوله اسلاميه دار خطا راه كيدي الثمن. ولكن علاش هاد الناس في السجن؟ اذا الرساله ديالي هنايا، وهما خوتنا الاخرين اللي تاهما سجناء وكيتخلصوا باش يكونوا سجناء، هما الناس اللي خدامين في السجن وكيدوزوا فيه 8 سوايع يوميا، الا ما كانت في الصباح في العشيه ولا بالليل. حتى نتوما راكم سجناء، الناس 8 سوايع كدوزوا مع هاد الناس هادو، راهم ابناء الوطن، راهم خوتكم. اذا رفقا بهم وتكلموا معاهم وحلوا لهم السجون الابواب باش يخرجوا الفسحه باش يشموا الهواء وشويه نتاع الاكسجين، وتكلموا بيناتهم، وخاصة خلوهم يمشيو يضربوا التليفونات الأسر ديالهم باش يعرفوا اش وقع الأسر ديالهم، واش أصيبوا، واش تهدموا لهم البيوت، واش واش واش. إذا تحية نضالية للسجناء ديالنا وأي واحد في السجن المغربي. إذا دابا غندخلوا لصلب الموضوع، لماذا الدولة والمؤسسات كل عملة عملة ولاية ولاية ما عطاوش هاي المساعدات للناس وما جابوا لهم شي تراكسات وكاع التراكسور داكشي باش يخرجوا الموتى ديالهم؟ ما بغوش يعاونوهم. وهذا السؤال كيجرنا في الوقت اللي هما ما عاونوهم شي، الناس
ما اعتمدوش على الدوله، اللي حيت الانسان المغربي منذ الازل كيعرف الدوله ما كتعاونو شي، وكيعرف راسو راه منسي ومنفي وليه الله. المغربي ديما كيعرف راسو بلي راه يتيم، بحال يتيم في العيد. اذا كاين غير التدافع نتاع الناس بعضياتهم. اذا الملك غايب والدوله غايبه والمؤسسات غايبين، الناس بدو كيحفروا بالمخالب ديالهم باش يجبدوا الاهالي ديالهم في القبائل والشورى ما بين البطانات والعشائر والجيران. ولكن في الوقت اللي جبدوهم وحطوهم الناس ماتوا، الناس ماتوا وماتوا كي ترسك ليه رجليه يديه راسو كاين الدماء. المؤسسات والقياد والبشوات والمقدمية والشيوخ ما خلوش الناس يدفنوا ديالهم في بزاف نتاع المناطق، خاصة المناطق النائية، وخاصة المناطق اللي ما فيهاش شي الانترنت وما فيهاش الكهرباء باش الناس تعجلوا. علاش؟ لان ما كاينش شي حاجة صدفة. السلاكت كيفكروا، السلاكت ما كيلعبوش، السلاكت عندهم مآرب ومصالح. لان في الوقت اللي هاد الناس ما كيدفنوا شي كتعطى الرائحة، والديور والمنازل اللي تريبات وهذيك اللي ما تريبات شي كل شيء شي حدا شي، كاين النمل كاين الناموس كاين الحشرات كيمشيو من هاد الناس الموتى للاحياء. الاحياء اليوم ما كياكلوش مزيان وما تيغسلوش مزيان، اذا كتعرضوا لهاد البكتيريا وهاد البارازيت وهاد الميكروبات، اذا كلهم غادي يموتوا. غير القضيه ديال الوقت اللي ما تراهمات، قالك ليس من مات واستراح بميت وانما الموتى هما الموتى اللي هما احياء. اذا هادو حتى هما غادي يموتوا قضيه نتاع زمان. اذا النظام عارف اش كيدير، هادي راه جريمه الدوله، جريمه بحق الانسان المغربي، هادي جريمه ضد الانسانيه. شحال من جريمه ومن جريمه دارها دارها النظام منذ الاستقلال نتاع 1965 نتاع الدار البيضاء، نتاع 65 ولا 58، 58 في الريف، 81، 82، 90، 91، 2070، 2080، ديما كاين جرائم. إذن هاد الجريمة هادي راه في حق الشعب المغربي. من جهة واحدة أخرى، علاش في الملك فر هو راه مشى لإفريقيا باش يكون جانب واحد الظالم مستبد اللي هو علي بن عمر بونغو، اللي نادوا الرجال وجروا عليه وحيدوه من النظام ما بقاش حاكم تما. بحال كاع الملوك ما تقبل شي، ما رجعش للوطن ديالو والبلاد ديالو عند الناس كيخلصوا ليه ضرائب وكيسكن هويا في القصور وفي البلاطات، الى درجه ولا كيعطي القصور ديالنا لهداك اللي ناكحو. هاد الملك هذا اللي هو ظالم وجائر، بزاف تاع القنوات سمعتهم هاد المهاجرين ولا الانصار ولا الجمهوريين تقول لك ودي راه مشى لفرنسا خاف. علاش خاف؟ قال لك اسيدي غيطيح القصر، منذ متى كيطيحوا القصور؟ قال ما طاحوا الديور نتاع ولاد الشعب في العاصمه وفي الدار البيضاء وفي اسم كناس، لان حنا اللي عرفناه ومنذ الازل في التاريخ ديال المغرب كاين ما يسمى بالمثلات، بمعنى المغرب النافع والمغرب النافع. المغرب النافع راه هو المثلث نتاع المدن العظمى والكبرى، والاخرين غير الشلوح، الشلح الا مات ولا عاش بحال بحال غير التصوره نتاع الملك غادي يهزها. والملك ما عنده ما يدير بشي واحد كيقول عاش الملك، الملك بغى شي واحد كيخلص ليه ضرائب وكيدافع عليه. نتوما ما تقدوش تدافعوا عليه غدا ان شاء الله اذا دخلت، وانتوما ما كتخلصوش ضرائب، اذا غير موتوا. حتى الشلوح اللي مشاو لاوروبا راه ما ساكنينش معكم ما ماتوا شي، راه هما في اوروبا في باريس وبروكسل وفي لندن، وكيديو وراحت لهم تما الابناك، البنك الشعبي وبنك الوفاء وبنك التجاري وبنك الكريدي هادي وكذا هادي، وكيدخلوا الفلوس بالدوفيز. اذا نتوما غير موتوا، الا كانت شي خيانه قبل ما يخونكم الملك والملكيين وتانا الملك والحاشيه ديالو، خانكم خوتكم اللي نساوكم ومشاو لفرنسا وكيحطوا الفلوس في الابناك ديالو، وخانوكم خوتكم
سميتو، لان في كل مدينه تارودانت انزكان و تيزنيت فيها خوتكم وخواتاتكم وولادكم عندهم ديور في المدن، ما تحوش الديور ديالهم ولكن تحوا الديور ديالكم نتوما في البلاد. علاش ما يحلوا لكمش المنازل ديالهم والعمارات وليزابارتمون ديالهم تسكنوا فيها ريتاما؟ علاش واحد اللعاب ما كنعرفش السميت نتاع اللعابه، حيت اللعابه السميت ديالهم كيعرفهم غير الموسخين بحالكم، واليوم عيطوا للوداد والرجاء وعيطوا للمنتخب المغربي اللي موتهم كيغسلوا المعن في فرنسا، واللي حلوا واحد الباب على مصراعيه وعطاو واحد القيمه لمحمد السادس، كان في مأزق وحلوا ليه المشكل ديالو. هاد اللعاب هذا عنده فندق اللي هو اجنبي، عنده فندق في مراكش، حلوا على مصراعيه المراكشيين، الاوتيل كيدير الملاير. علاش الاهالي ديالكم ما يحلوا لكمش المنازل ديالهم في المدن؟ كل واحد يهز غير خوته ولاد عمامه ولاد خواله، ما داروها شيء. الخيانه راهي الخيانه نتاع الانسان البربري. اوكي، اذا علاش الملك فر؟ اي واحد تيقول فر وهرب مع الحاشيه ديالو العائله ديالو، لو داش القصر غيطيح، انت الذاكره نتاعك تاع السمكه، انت ما قاريش، انت ما فاهمش، انت ما كتفكرش. هاي اذا اخوتي اخواتي شاركوا في القناه الا ما شاركتوش، لان كاين واحد 1500 تاع الناس كتفرج يوميا وكتستفد وما نخلطش في القناه. السبب علاش الملك والحاشيه ديالو هبروا، العائله ديالو والمستشارين ديالو هربوا، لانهم عندهم الحجه الدامغه وداروا ان سونداج دوبينيون واحد تاع الراي، استفتاء ديال الراي، لقاو بان بلغ سيل الزبا، ما بقاتش واحد الارضيه، ما بقاتش الناس، ما بقاوش كي يبغوهم ودارهم في القلوب ديالهم، وخاصه الشباب في المدن. وبلغ سيل الزبا مع هذا الزلزال هذا، كاين واحد النسبه مئويه مرتفعه باش الناس ينتفضوا ويمشيو للقصور. وهو كيعرف على ان هذا راه موسم والعصر والعهد ديال الانقلابات اللي جاي من افريقيا، لان موسم الهجره نحو الشمال، اذا يطلعوا الانقلابات من الجنوب للشمال بمعنى المغرب، ومن يطيحوا الرؤساء تما، لماذا لا يسقط ملك ظالم جائر مستبد مخنوت ومنكوح؟ راه هذاك الشباب اللي خرج في 2011 واختلسوا منهم وسرقوا منهم ونزعوا منهم الثوره ديالهم والحركه ديالهم، منا صهاينه، منا اماراتيين، منا سعوديين، من الاحزاب اليساريه، من الاحزاب اليمينيه، من الاخوه المسلمين بالشقين ديالهم، اليوم راه شي فيهم ما خدام شي وباقي ما نسى شي، وشي فيهم راه عنده ولادو وما كاينش واحد المستقبل. هادو مستعدين باش يخرجوا. ومن 2011 لدابا كاين الحمد لله، الله نعم علينا، والتكنولوجيا والعقلاء بهاد التكنولوجيا الحديثه، والناس كيتصلوا بيناتهم. راه ما كاينش شي مجتمع عرفته الانسانيه اليوم افضل واشرف من المجتمع المغربي. ما كاينش شي معارض اليوم في العالم برمته، كاين دول مضروره اكثر منا، ولكن المعارضه المغربيه هي اللي كثيره وهي اللي كاينه. كاين ناس مجوعين، كاين ناس مشريين، كاين ناس غير تيهضروا ما فاهمينش، ولكن كاينه معارضه، وهذه المعارضه عندها واحد التاثير بطريقه او اخرى. اذا الملك والحاشيه ديالو وصاوه وقالوا له هي ليتس جو وفر، هذا راه فرار مناش من طف. لهذا بقى واحد السكوت، ما قدرش يواجه وما قدرش يتكلم، وقلتها لكم في مواضيع متعدده سلفا، لانه اذا وقعت شي حاجه ما كاينش ما رجل واحد في الدوله يقدر يخرج، لا الحموشي لا البلوشي. اش يقول الحموشي؟ وانت راك مجرم، جلست الناس على القرعه. اش يقول اخنوش؟ انت سرقتي. كيخرجوا الناس كيهضروا،
شتو الطرقان راه الطياره دازت؟ لا لا راه قد واخا تكون الجبال وكل شيء، لا زيليكوبتر يلوحو بالباراشيت، يلوحو السكر، يلوحو الزيت، يلوحو المضاد ديال الغاز، يلوحو لهم القياطن، يلوحو لهم الكواش، يلوحو لهم الماء، ويلوحو لهم الفاش والعتلة باش يحفروا. لا خلوهم يموتوا، لأن اليوم النظام يفكر ذاته، يفكر في نفسه. العقل ديال الدولة تفكر في استمرارية الدولة، ممكنش الدولة تستمر. العالم برمته كينتظر وقتاش علي ولد العكاري غادي يعلن ويخرج بيان. البيان راه جاي والإعلان راه جاي في بضع أسابيع، أنا كنخدم عليه. إذا كلشي كينتظر بلي إن الملكية راها سالات، وإذا جاء أمر الله فلا تستعجلوه، راه حنا جايين، راه ميمكنش يجيو بالزربة، حنا راه جايين. هذه مسألة، هذه راه ميكانيات التاريخ، هذه راه مسألة ما ممكنش نوصح لكم شي بعيد، ولكن الورقة متعاد النظام هذا راه طاحت في مسألة. النتيجة ما كاينش الملك في البلاد، الطبيعة ما كتبغيش الفراغ، وأنا كنعرف عارف هذا الميكانيك بتاع التاريخ، وأنا غادي نعمر هذا الفراغ هذا وغادي نقضي عليه وغنسيروا الدولة. كاين جوج الحيوانات كيعجبوني ذكرهم القرآن الحكيم والله سبحانه في الكتاب المنزل، هو الحمار والبغل. ملك وجعلنا البغال والحميرة لتركبوها وزينة و وبقيت كنفكر، قلت اليساري ماشي مناضل، إخوان المسلمين ماشي مناضلين، ولكن الحمار البغل أكبر مناضل. عرفوا التاريخ ديال المغرب منذ بدا المغرب، أكثر من 2000 سنة والمغرب كاين، ولكن في الوقت اللي بداو الأحزاب السياسية والتدافع نتاع البشر والانسان بدا كيف المغربي تيفكر، لقيت باللي البغل اكبر مناضل من اي يساري. اليساري غير ابن عاهره بالنسبه لي انا، اقول لكم بصراحه، والاخوان المسلمين غير ابناء عاهره ولا احترم منهم احد. والنتيجه راكم شفتوهم، واليوم راكم شفتوهم ما خرجوا شيء، حيت ما يمكنش يخرجوا، الملك ديالهم غايب، خصو يهضروا عاد يقولوا. اليوم كاين الحسن الثالث وما غيحكمش، ما غيحكمش، الا حكم هي يعني كاين هنا شي معضله. الحسن الاول اللي كان هو واحد الانسان بحال محمد السادس، وكان لي الامور ديالو كيسير واحد بو احمد، شوف غير السميه بو احمد. يما كيكون شي حمادات في البلاد، غادي يموت الحسن الاول، البغل ما غيبغيش يهزو حيت عطات الريحه ديالو خرج عرضهم. قالوا بو احمد اللي كان هو وزير ديالو الاول، هو المستشار ديالو، هو مرشي، غير ما يدفعوا الحمار البغل جروه باللجام كيرجع لهم باللور. ما بغاش البغل يهز لهم السلطان، شتوه البغل. وكاين الحمار اليوم كاع الحمير اللي في الدولة، والموسخين والملكيين والملوك والسلاطين والمستشارين ديالهم راهو في بقاو القيادة الباشا. واش هو قايد؟ شنو هو باشا؟ اشنو هو الوري؟ شنو العامل؟ لا أمر لمن لا يطاع. اليوم ما عطاوش القرى والبوادي باش يجبدوا الناس ديالهم، وما جابولهمش باش لي زومبيلوش، هو الحمار هو اللي بقى، هو اللي غيهز الموتى باش يدفنو. غريب. لهذا كان وعدكم، انا جاي، انا عائد، مش عائد الى حيفا، عائد الى بلدي، الى وطني. نعم هذه مسألة تاريخية، حيت واحد الوقت ماشي كتردد غير تنطرح شي تساؤلات فلسفية سياسية عقائدية، وكيفاش غتمشي القضية وكيفاش هادي. ويقول لي واحد الاخ، ايه هادي مسألة تاريخية، راه التاريخ. قلت كيفاش هاد العربي هذا كيعرف التاريخ وتيقول لي التاريخ؟ واش غادي نرجع باللور؟
هدر عليها هذا ولا كان ما رجعش باللور. المهم هذا قدوه قال يعني ما ترجعش باللور لا ما رجعش، لكن خطوه الى وراء خطوه الى ها طونغو كتشتاق مع الاخر مع المراه اللي هي، ولكن دائما ما ديرش فوش نوطرا، هذا راه مصير، ما بغيناش الشعب يمشي، ما بغيناش الناس يموتوا. الندم حنا راكم شفتوا مهربوا باقي كاع ما دخلناو هربوا. وذكرناكم بالقضيه ديال الملوك ما عندهمش اصدقاء، وذكرناكم بالقضيه في 1978 اللي كانت ثوره وبقى عايشه ولا شحا ديال الخمينيين، دخل بولحيه طار الملك شاهين شاه، محمد السادس ماشي شاهين شاه، ومحمد السادس ما معاه لا مخابرات لا تاع امريكا لا تاع روسيا لا تاع شي حاجه، وخرج عليكم الخلخال ولبس القشابه غادي يخوي البلاد قبل ما يدخل، ماشي بولحيه اللي مكرط اللحيه باش تكرطوكم من الارض. لهذا كنوعدكم في العاصمه اللي عاد غنديروها باش نبداو عهد جديد، دوله جديده، قيم اخلاقيه جديده، مؤسسات جديده، باش غادي نفوتو الجابون والشينوا وغناخدو بلاصه في الشمس. الشمس حنا ماشي البلاصه الثالثه ولا الرابعه ولا الخامسه ولا القادم تاع فرنسا، القادم تاع فرنسا غير نساوا، غادي ندير تمثال نتاع بغل، حيت اول مناضل عرفوا التاريخ ديال المغرب. ويبقى الاختيار للناس نتاع البوادي الا بغاو يديروا تمثال في القلب ديال القرى ديالهم ولا في الدخله ديال والخرجه ديال البوادي ديالهم، حنا كدوله نساعدوهم ونصيفطوا لهم ان ديزاينر وان سكولبتور نحات يدير لهم باش يخدموا النحاته ديالنا. اذن في اول مره في التاريخ ديال الانسانيه والتاريخ ديال الملوك والتاريخ نتاع الديكتاتوريات، في التاريخ ديال الديكتاتوريات ولو التاريخ السياسي ماشي صر ديال الاحداث وغير حفظ، لا كنتوقفوا على كل جمله جمله كل لحظه كل منعطف في التاريخ. فاول مره في التاريخ نتاع الانسانيه ونتاع الديكتاتوريات ما عندكش الحق، جميع الديكتاتوريات ما عندكش الحق تكلم، ما عندكش الحق تكلم، الحريه حريه التعبير. راكم شفتوا الجمهوريه الثالثه في فرنسا مع الماريشال بيتو والبرومي سينيستر ديالو بسيو لافال شارل موغاش وبرازياك هذوك، وشتوها في التروازيام رايش ادولف هتلر غير كابورال، كابورال هو الرئيس، هو الرئيس تاع المانيا العظمى، تغير المجرم تاع التاريخ السياسه الجغرافيه واكبر فيلسوف عرفته الانسانيه لا ماتر دو لابسيرديتي، السيد ديال الفلسفه العبثيه غيكون غير مستشار اللي هو مارتن هايدغر. سمعتيها الفحصي، اذا ماشي النخب اللي كيصنعوا التاريخ ستان كابورال، سمعتيها مزيان وتذكر مزيان ورجع قرا التاريخ انت غير كتحفظ. انا غير كنصحك باش ما انك غالط، انت راك غالط، الا عاودتي فكرتي خدم الذكاء ديالك مزيان ومرحبا بك. اذا فرانكو ولا فرانكيست وموسوليني، ما تهدرش ما تهدرش يقتلوك. الغريب ولكن ملي كيموت الانسان كيخلوه يتدفن، كيدفنوا الانسان كيتدفن بطريقه اخرى، يعطيو الاهالي ديالو ولا كيتدفن. الغريب في الامر وهذه النقطه الثالثه حكيت لكم الهروب نتاع الملك وعلاش ما خلوش الناس يدفنوا على البكتيريا وداكشي، ولكن هذه الديكتاتوريه الشموليه ديال واحد الملك في النهايه ديالو
هو يموت شوية شوية، إرابا إرابا، ستيب باي ستيب، يحتضر كما نقول باللغة الفرنسية لاغوني، إلي أغونيزون، كيموت 28 عام ولا 18 عام ولا 20 عام، هو تيموت تيموت، مشاو ليه سنانو حيت ما عندوش أسي دو البنكرياج، أسي نتاع المغنيسيوم، البوتاسيوم، الفيتامين دي، الحديد، النحاس، كاع الفيتامينات، وخيو كل وخي يعصرو ليه الحولي ويشربو، حيت الجسد ديالو ما بقاش كي يستيمولي عملية الإفراز، ولا ما كيمشي كيبول كيخرجوا كاع دوك الفيتامينات. الطبيعة سخطات عليه، والآلهة سخطات عليه، والإله سخط عليه، الصحة خانته. في هاد الحالة وهاد لو بيلون كلينيك ديالو قال إيه، إليك أنا مالك، وكانت تشوفها والنهاية ديالي ما بغيتش تكون بحال الحسن الثاني، قتلته ملك لطيفة، ومحمد الخامس حيدو ليه تيو، والحسن الأول البغلة ما قبلتش عليه. هاد الشعب ما غيموت شي، ما غياكل ما غيشرب ما يعيش. في الوقت اللي طاح الزنزال قال ايه، هذه هي الفرصة ننتقم من الشعب هذا، غيموتوا ما غيدفنوش، ما عندهمش الحق يدفنوا حسب الريتيال والطقوس والمراسم تاع المسلمين، حيت هو ما غيدفنش كمسلم، ما غيدفنوش بقى، خليهم الموتى اتحكموا في الاحياء، ادوزوا لهم الامراض اللي مات مات واللي ما ماتش غادي يموت. صعيب هذا التفكير، هذا التفكير هذا سي با دو راسيزم، سي با دو الاكزينوفوبي، سي دو لا فوبي لوطر، شي حاجه اللي اكثر من علاش غادي يكون هو حقود وحاسود وعنده الخيرات، وهاد الناس هما اللي كيخلصوا ليه، دالهم كل شيء، دالهم كل شيء، عطى الصهاينه، عطى الكحل، عطى الشيشان، عطى ولاد مرشان، وبغى يحيد لهم حتى الحق باش يدفنوا بكرامة. سمعتوها الشلوح، سمعتوها جبال ريفة، سمعتوها ولاد الحوج، إذن كفا ما تبقى تقولوا عاش الملك، إلا شي واحد قال عاش الملك ضربوه بالحجر. هاد الإنسان راه مريض عليل سقيم، هذا راه هو اللي داك كاليكولا تيموت تيقول إيفايا أنا فواغ دوطخ، أنا كاليكولا وغيجيو كاليكولات أخرين، وقبل ما نموت انايا وفي الغربه ويدخل عليه ولد عكري، خصكم انت تموتوا وتموتوا 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 حيين وميتين وحياء وموتى وحياء وموتى، ودخل في صراع مع راساتو حتى لدرجه ما قدرش يخرج ويهضر معاكم، يقول لك شعبي العزيز، حتى ما قدرش يقول ولاد الشعب كيبكيو كيتعلموا كيتقطعوا كيتاسفوا، الناس خايفين لكن كيتعلموا، الشعب تيعاون الشعب، ولو لا تدافع الناس بعضهم بعضين لا فساد المغرب. إذن من هذا المنبر هذا كنشتم وكنسخط وكنلعن أي خائن، والخائن هو الملكي، أي واحد كيدافع على الملك. ها هو مشى، علاش مشى؟ حيت عارف بلي الشعب بلغ الشيل والجوبة وما عندهم مازال ما غيخسروا. سقطت البيوت، هادي ماشي قضية مرا كتولد في الشارع، هادي راه الآية اللي قالتها مش أنايا، وإذا أردنا أن لك قرية أمرنا مطرفيها ففسقوا فيها، شكون يفسق؟ راه مش علي ولد عكاري، أنا عندي قيم أخلاقية عالية وكنحترمو مرة مرة، هو راه فسد وفسق وخرج عريان وخرج بالفوقيه ولا بالشاشيه وقسم مع بني اسرائيل وطبع معاهم ودار الخلخال
راه كان الذين ظلموا وكيعتقد بلي غادي ينفعوه، وكتخرجوا تيقول لك واحد الحمار موسخ واليهوديه الملك عارف اش كيدير، وخرجوا الشلوح عاصيد ودوك شواسه باش تنفعكم اليوم عاصيد، باش تنفعكم بني اسرائيل. ايوا واش واحد الانسان كيطحن وكيدمر واحد القوم راه بحال الجنوي تيدبح، بحال هذا القلم هذا شتوه اللي ريتاز، انا عندي القلم بسمية ديالي راه مديرش كان سميتو غاتسنو، هاد القلم فين ماشي غادي يكتب حيت الدور ديالو قلم، بني اسرائيل الدور ديالو هو راكم شتوهم على الآية كتقول لكم ومن تولاهم فهو منهم، وهذا الإنسان اللي هو ملك من أكابر القوم هو اللي يفسد، وإذا أردنا ذلك قرية أمرنا مترفيها، القرية هم القرى أنتوما يا المطرف هو محمد سلسو الحموش اللي كيجلس ناس على القرعة، فسقوا فيها وحق عليها القول، حق القول ما عند ربكم، ودمرناها تدمير ربي يدمركم، وفي الوقت اللي ربي يدمركم باش تعيقوا وتفهموا باش تكون هذه آية يكون لكم درس يا أولي الألباب يا أولي العقول، مازال كيخرجوا المرسخين نتاع القرى وكينعشوا خوتهم، راه الدولة جاية وراه قالت وزارة نسميو وكاين إعلان نتاع وزارة الداخلية وغيبيعوا لكم البيوت، على ماله هو بحال سيدو أردوغان وعدهم وعطاهم المفاتيح ما عمر شي عربي دارها. اه في بلاصة واحدة أخرى أكابر مجرميها، والإجرام في القرآن هو الكفر، هذا راه كافر، كفر بالحق وبالقانون وبالدستور وبالإنسانية وبالعدالة وبالمساواة، كفر بمعنى كيمشي ضد واحد الحاجة، كفر الذين بمعنى ما امنوش بالله، الله عنده فكره وما عنده فكره واحده اخرى، حنا عندنا فكره وهي العداله والمساواه واعطاء لكل ذي حق حقه والمساواه امام الموت والحياه، وفي الانسان يموت يتستر الموت كتستر هو قال لا الموت ما تستركم شيء، بغى يمشي ضد القانون ديال الطبيعه اللي بدا من ملايين تاع السنين، قلت لك انا ما امتوش بيا وكفرتو بيا ما غتموتو شي وما غتدفنو شي، اذن الناس ما غيتغسلوش ما غيدفنوش ما غيصلى عليهم حتى شي واحد، ما تقوليش قال صلاه على الغائب، ما كيت الناس ما كينتظروش من واحد الاب ديال الاسره يقول لهم، لا كان يقول لكم الشعب المغربي خصكم تبكيو وتحزنوا، ورا الناس غيصليو على الغائب، راه الناس في مسجد الاقصى في القدس راه صلوا على 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 المغاربه، راه ما تصنتوا لي شيء، رانا صليت عليكم انايا ما خصنيش نقولها لكم ولكن قلتها لكم، الدور ديال الملك راكم كانت بنيه تحتيه راه ما يوقعش هذا الشيء، هذا راه قلنا لكم هذا الشيء راه ما يوقعش في طوكيو ما يوقعش في باريس ما يوقعش في برشلونه وما يوقعش في تل ابيب اللي تحت القرطاس، لا وقع لان ما كانش بنيه تحتيه، كاين الهشاشه داك الشيء طاح، القضيه اللي خصكم تفهموها راه ماشي البيوت اللي طاحوا، الا طاحوا البيوت غنبنيو بيوت اخرين، راه النظام الملكي العلوي خر سقط انهار تدهور تكونوا بصفيني، النتيجة هو الملك ما كاين شي، راه غير كيتسنى وقتاش غادي نعلن الدخول ديالي، اما هو راه مشى خليه يتسنى شوية، ما حدو كيتسنى ما حدو كيتألم وكيعيش الحزن والأسى، فهمتيني، إذا أتى أمر الله فلا تستعجلوه وصافي، راه هادوك اللي تيقولوا واش بغيتو تكون عندنا الفتنة، وهي الفتنة كاينة،
راه كيموتوا الناس في الشيشان وحتى في الدول فاش كاين الحروب بحال سوريا، كاين سلسلة تيخدموا الناس يدفنوا الاخرين. راه بني اسرائيل تيقتلوا الفلسطينيين، الفلسطينيين كيهزوا الموتى ديالهم كيدفنوهم وكيصلوا عليهم. اشنو تعطي الناس الجياطم؟ طلعهم من الطيارة. إذن هذا الملك هذا واللي معاه لا يعتمد عليه، إذن ما تقولنا شيء الفتنة، الفتنة دارها الملك ومن معاه، والفلوس الخيرات تاع البلاد اللي مشات لإفريقيا كيستمر فيها صافي، الحكام الجداد غيديو داكشي حيت في الأراضي ديالهم، لأن اللي كان مع واحد الإنسان ديكتاتوري راه ديكتاتوري، وداكشي راه ديالنا. على أيين أنا غنطلب به إن شاء الله وغيعطيونا الأفارقة، نعم غيعطيونا. وخصكم تعرفوا الرياح الشمالية والحركة والمدرسة الشمالية بتاع البحر الأبيض المتوسط كيجيو منها غير التغييرات والتعديلات والإصلاحات. حنا التعديل والتغيير ما بغينا شيء، وفات الوقت على التغيير والتعديل، فهمتوني؟ هم المنازل طاحوا، اش تغير فيهم باش تصلح فيهم؟ إذا خاص يتحيدوا ويتبنوا بواحد الأسس وبواحد القوانين وبرخص وكذا وكذا. إذا هذا النظام حتى هو كذلك، الله له في ذلك حكم، وعندكم حجج دامغة. التغيير اللي جا من إفريقيا نتاع الناس اللي حكمت بشي بحالتها راهو مش يفضل اشرف منهم، فهمتيني؟ راه كانت تما فرنسا وراه مشات، علاش ما تدخلوش الدول العظمى يقولوا لهم لا حشومه وعيبوا وخليو هذوك ديالنا؟ لا سي لا ميم شوز، سي ميم شوز. انا باغي نحكم البلاد وغنسيروها مزيان، وما غاتشاورش معاك الشعب المغربي، لا راه ما عمرش واحد تشاور مع الشعب. قولوا لي كتشاوروا مع ولادكم ملي كيتزاد ولدكم، كتقولي اولدي احبيبي الحبينو اش بغيتي نسميك، ملي كتوصل الوقت باش تختن ولدك اولدي واش بغيتي نختنك ولا لا، ترى ما كتشاوروش معاه حيت نتوما هما الاباء وانتوما كتحملوا المسؤوليه. ايوا صافي، انا هو الاب الروحي ديال الامه المغربيه، وهذه المسؤوليه اللي قال قدور تاريخية، وهي راه مسؤولية أكثر من تاريخية، ولنا ميعاد إن شاء الله. إذن تحية لداليا، واليوم المجتمع راه ما كاين شيء، الدولة ما كاين شيء، المؤسس ما كاين شيء، والنظام راه خوى البلاد، وراكم شفتوه مشى عند ماما فرنسا. نتوما اللي كتقولوا فرنسا ضد الملك وضد الملك، ها هو راه كاش كيشري عندها كلشي، تيخلص ضرائب وكيعطيها الفلوس على باش اليوم يمشي عندهم، راه مشى عندهم راه كيحميوه. وما تقول لي شي راه ماكرون ماشي صاحبو، هادي قولها لامكم وخالتكم والحماتة ديالكم. اليوم حنا كنعيشو اللي قال هوبس، الانسان ذئب لاخيه الانسان. راك شفتو هاد الحكم هذا عبارة عن ذئاب كيتمسو وتيقتلو في الشعب المغربي. اوموس لي بوش اوموس. L'homme est à l'eau pour l'homme. T'as rien d'aller, ou à chocolat.